أيام فيها كثير من التجليات وكثير من الدعوات بإذن الله مستجابة. حج العام ده وللعام الثاني على التوالي حرم الكثير من يعني محبي والساعين وحتى المستطيعين، السبيل له انه ما يقدروا يوصلوا بيت الله الحرام، وهذا فريضة الحج نسبة لجائحة كورونا وكثير من التداعيات والحظر، ولكن ان شاء الله نحن ملبين بقلوبنا وملبين بالدعوات، ربنا يعيدنا جميعا. اليوم 8 ذو الحجة ويوم التروية، وغدا ان شاء الله طلوع لعرفات، ان شاء الله يعني ان شاء الله طلوع عرفات اليوم بكره باذن الله. كل الحجاج بخير وبصحه وعافيه، وكل الدعوات ان شاء الله مجابه يا امل، وانا وانت وكل كل المشاهدين وكل الفريق وكل الضيوف ان شاء الله نكون حاضرين السنه الجايه باذن الله لطلوع عرفات ان شاء الله يا رب. اكيد يا تغريد، ودي ايام مفترجه وايام معهوده وما بتجي الا مره واحده فقط في السنه، فنستثمر بالدعاء والتقرب لوجه الله عز وجل، وبنقول لكل الحجيج هذا العام حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا باذن الله. ونحن اكيد بنتمنى الخير لبلدنا وربنا يصلح حال السودان ان شاء الله. نسعد كثيرا باستضافه الدكتور عبد الله الطاهر، اهلا ومرحبا بك على الشاشه الزرقاء. مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناه الهلال وكل الاهل في السودان وخارج السودان، اهل المحبه واهل التعظيم واهل سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الايام الطيبات المباركات. العشر الأوائل من الحجة أفضل أيام السنة كلها، لما تحوي من كثير جدا من أفضال وكرائم الأعمال وفرائضها، وبالتالي جملة هذه الفضائل سمحت من هذه الأيام فأصبحت هي أفضل أيام السنة. فرصة أن نغتنمها جميعا إن شاء الله وتكون بالخير والنماء لكل المسلمين في كل العالم وخصوصا في أهل السودان وعامة ما جاورنا وما لازمنا من أهل المنظومة العالمية كلها إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. وسعيدين أكيد بالمادح علي الزين اللي حنسمع من خلاله كثير من مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بك. اللهم لك الحمد على عظمتي وجمالي وكمال صلاتك على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله ربنا يتقبل منا كل الحجاج، وإن شاء الله السنة القادمة إن شاء الله نكون في طالعين عرفات، والأيام دي كنا نقضيها إن شاء الله في تلك البقاع الطاهرة. سعيد بكم جدا. نحن كمان سعيدين بك. ودكتور عبد الله، يمكن هي 10 أيام من ذو الحجة، اليوم 8 ذو الحجة يوم التروية، و9 ذو الحجة طلوع عرفات، و10 ذو الحجة يوم النحر، يمكن هي أيام مباركة وأيام يعني نسمع فيها كثير من المسميات، تحديدا يوم التروية ومن بعد المبيت في منى، بنسمع كلمة تروية، يا ريت لو تشرح لنا المعنى بصورة أوضح. طبعا هي أيام الحج، طبعا الحج أشهر معلومات. ولما نتكلم عن الحج أشهر معلومات في ترتيب زمني وترتيب مكاني. الترتيب الزمني اللي هو أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وفي التفصيل بتأتي المناسك، إنه الإنسان بيختار نوع الحج اللي عايز يعمله سواء كان مفرد أو قارن أو متمتع. التفاصيل في إجراءات الحج. أيام الحج الليلة يوم 8 الناس المتواجدين على البقاع الطيبة هناك بتوجهوا من مكة إلى منى، لأنه بتبدأ بعد أعمال الحج بتبدأ الليلة من يوم 8. سموه يوم التروية لأنه بتبدأ الأيام في منى وفي مزدلفة وفي عرفات والعودة إليها مرة أخرى، دي طبعا كلها خارج مكة. وبالتالي هي تخلو من المياه وتخلو من الحياة الطبيعية لساكني مكة داخلها، لأنها هي أيام تتخصص فيها المشاعر والأحكام لقضاء نسك الحج. فبالتالي في الفترة دي بتكون عملية تغذية الحجاج بتحتاج إلى نقل المياه من مكة حتى تكون في مناطق منى، لأنه في منى حتكون عندهم عدد من الأيام إكمالا لإجراءات الحج كلها. وبالتالي سموه يوم التروية لأنه يتروى الحجاج بجمع وتجهيز الماء الذي هو عصب حياة الأيام المقبلة في منى، ثم عرفات، ثم العودة مرة أخرى والبقاء في منى يومين أو 3 أيام. بالتالي هذه الأيام المعلومة المحدودة بتحتاج لترتيبات في إطار الحج، في إطار المناسك، وفي إطار الأكل، وفي إطار الشرب. بالتالي سميت بالتروية لأنه يذهب الناس في هذا اليوم يوم 8 بيتجهوا إلى منى، ومنى أصلا غير المنسك بتاع منى وأداء الحج ما فيها شيء، وبالتالي بتأتي هذه الترتيبات. كذلك من بعض المفاهيم الأخرى أو
سبب آخر لهذه التسمية أن الله سبحانه وتعالى أرى سيدنا إبراهيم عليه السلام مناسك الحج وحدود الحج وإجراءات الحج بواسطة سيدنا جبريل عليه السلام، وبالتالي كان يرى في هذه الأيام، زي ما برضو لما نمشي لعرفات عرفها، فكل هذه المناطق هي تأتي في إطار التعريف وتأتي في إطار التروي من الماء، ويورى أو يوروه ماذا في تفاصيل الإجراءات الخاصة بالحج. إذن يوم التروية، التروية هو يوم لجمع المال وتحضيره وتجهيزه، لأن حتكون هنالك أيام تحت استعداد لتنفيذ بعض مناسك الحج وبعض واجبات الحج في منطقة منى، ثم عرفات، ثم العودة إلى مزدلفة، ثم العودة إلى منى مرة أخرى. تقعد يومين أو تقعد ثلاثة حسب ما أنت بتحدد، إما متعجل أو حتكون قاعد يومين أو ثلاثة. بالتالي تجهيزات الموضع المكاني بيحتاج لترتيبات مائية، وبالتالي سمي هذا اليوم يوم التروي بهذا الاسم. طيب اليوم التاسع من ذو الحجة، وأكيد هو يوم عظيم جدا، يوم وقوف الحجيج بعرفة، وهو أعظم الأيام وتستجيب فيه كل الدعوات وتغفر كل الذنوب. دكتور عبد الله، كلمنا عن عظمة هذا اليوم وفضل صيامه حتى للناس اللي ما حاجين، الفضل بعود لهم بشنوه، وممكن أي شخص ممكن يكفر عن ذنوب اقترفها. يمكن الناس كثيرة جدا غايبة عليهم كثير من التفاصيل المعلومات، وحتى الحجيج في يوم عرفة، من خلينا نقول إشراق الشمس لحد مغيبة، كيف عظمة اليوم ده؟ وصفه لنا. صحيح، هو لما الحديث في الأول تكلم عن أفضل أيام السنة العشر الأوائل دي لفضل الأعمال الموجودة فيها، أعمال الحج، أعمال الصيام، أعمال الصلوات، كل هذه الأيام تجتمع فيها كل فرائض أعمال السنة كلها بالنسبة للمسلم. لأنه وكذلك أشهر الحرم، طبعا أشهر الحرم فيها ذو القعدة يدخل فيها وذو الحج يدخل فيها ومحرم، وبالتالي جمعت كل فضائل الأعمال وكل فرائض الإنسان اللي بيقوم بها في حياته كمسلم بتكون في هذه الأيام. طيب أعمال الحج بتبدأ يوم 8، قمنا الحجاج مشوا يتحركوا قعدوا في ميناء يوم 8. طيب في ميناء بينتظروا اليوم الثاني يوم 9 حتى إنه يتحركوا باتجاه عرفات. طيب الحديث عن عرفات هو الحج عرفة، لأنه واحد من أركان الحج الأربعة هو الوقوف في عرفة. والوقوف في عرفة ما زي باقي الأركان الثلاثة الثانية، لأنه أنت ممكن عرفة عندها مشكلة مهمة جدا، إنه في زمان لازم أنت تكون موجود فيه، إذا فاتك فاتك الحج تماما. باقي الإجراءات الثانية للحج ممكن تعملها قبل أو تعملها بعد. ليه؟ لأنه عرفة أنت يوم عرفة يوم 9 عرفة الناس بتحركوا من ميناء صباح ميناء بتحركوا باتجاه عرفات، لازم يكونوا موجودين في عرفة عند مغيب الشمس يوم عرفة، لأنه فريضة الحج في الركن الرابع والحج عرفة كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أنه تدرك هذا الوقت قبل طلوع الفجر بتاع اليوم الثاني بتاع يوم العيد. يعني عندك فرصة أنه تكون موجود في عرفة في نهارة، وأهمية اليوم تبدأ بمغيب الشمس. لذلك بيحرصوا الناس، بيمنعوا الناس حتى أنه بيتحركوا من عرفات، ما لم تغيب الشمس في عرفات أنت بتتحرك. ليه؟ لأنه لا فريضة ركن عرفة إلا بمغيب الشمس. إلى متى؟ لحد طلوع الفجر بتاع يوم العيد. طيب إذا زول جاء بعد الشمس طلعت وطلع الفجر، بيقى بعد ما عنده حج لأنه فقد عرفة. بالتالي عرفة أهميتها في أنه عندها ميقات زماني ومكان لازم تكون موجود فيه. السعي بين الصف والمروة ممكن تعمله قبل، ممكن تعمله بعد. الإحرام أصلا أنت تدخل المحرم، الميقات المكاني بتكون من أي اتجاه أنت جيت، بتحدد ميقاتك المكاني عليه وبتحدد النسك بتاع الحج اللي أنت عاوز تعمله. بالتالي دي كلها ممكن تتعامل قبل أو بعد، إلا الوقوف في عرفة لا بد إنه مغيب الشمس تكون أنت موجود داخل عرفات، وبالتالي يستمر الوقت لحد طلوع الفجر، ما بين مغيب الشمس حتى طلوع الفجر. أو في بعض المذاهب الثانية تبدأ من بعد زوال شمس يوم 9 اللي هو عرفة ذاتهم حتى مطلع الفجر عليه وتالي. يبقى الشرط الزماني هو لازم بحضور، يعني الحجاج دي كلهم ممكن يتقسموا في باقي الأركان الأخرى، لكن كلهم بتلموا في عرفة. وبالتالي تأتي الأهمية في وحدة الوجود على الناس كلهم، العددية بتاعت الحجاج لازم تكون موجودة في هذا الزمان وهذا التحديد وهذا المكان، ثم بعد ذلك تتقسم باقي إجراءات الحج ما بعد أو ما قبل. يبقى ما دام في تحديد زماني وتحديد مكاني، دي بوريك هيبة وأهمية ومكان هذا النسك، هذا الجزء من الحج اللي هو الوقوف بعرفة. طيب مشهد يوم عرفة
يعني نتكلم عن عرف الله سبحانه وتعالى عرف لسيدنا آدم. طبعا عندما نزل سيدنا آدم ربنا أنزله من الجنة إلى الأرض. طبعا نزل سيدنا آدم في جزيرة سرنديب جنوب الهند. وأم حواء أنزلت في جدة. هسه جدة دي مسمينها جدة لي. على جدتنا حواء حتى الآن في جدة الآن موجود مقابر أم حواء. طيب أم حواء نزلت في جدة وجدة سموها جدة لجدتنا أم حواء. حتى لو مشيت الرياض ووصلت السعودية جدة لو ركبت أي تاكسي قول له ودينا مقابر أم حواء ووديك اللي هو المكان المدفون فيه الآن أم حواء في المكان. طيب سيدنا آدم نزل في جزيرة سرنديب وأمنا نزلت في جدة التقوا وتعرفوا في عرفات. هذا معنى الاسم عرفات لأن الله سبحانه وتعالى عرفهما ببعضهما. هذا هو سبب التسمية. الاسم الثاني أن الله سبحانه وتعالى بسيدنا جبريل عرف لسيدنا إبراهيم هذه المناسك وهذه الإجراءات التي تتعلق بالحج. يبقى المعنيين الرئيسيين الصحيحين في معنى عرفة تعريف بآدم وحواء لبعضهما بعد نزولهما الأرض وتعريف لسيدنا إبراهيم بإجراءات الحج اللي نزل به على سيدنا جبريل من قبل الله سبحانه وتعالى. إذن عرفات من المعرفة والتعارف تجتمع في هذا المكان. هذا هو سبب الاسم او معنى اسم عرفات. دي يمكن معلومه جديده لكثير من الناس. ونحن كمان برضو يعني نعرف المعلومه دي. نحن اكيد حنتواصل معاك يا دكتور عبد الله لكن دايرين نسمع فتح المصطفى صلى الله عليه وسلم. علي هتسمعنا ان شاء الله. نسمع حرموني ولا تحرموني كلمات الشيخ ناير عبد الله لو تحيي من هنا وكل عام هو بخير ان شاء الله. انت بخير ان شاء الله. تفضل. I'm not
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كلنا من الواصلين إن شاء الله وقريبا بإذن الله ما يحرمونا إن شاء الله. إن شاء الله ما نتحرم رغم محرومين في اللحظة دي، لكن إن شاء الله في يوم من الأيام وصل بإذن الله. دكتور عبد الله، تكلمت عن وقوف عرفة وسبب التسمية والتوقيت للوقوف عرفة. الحمد لله الحجاج هم هسا أو لحد بكرة حينالوا الفضل، ولكن نحن يعني محرومين. نحاول نحصل أجر اليوم وبالصيام. عايزينك تكلمنا عن فضل صيام يوم عرفة. هي وحدة المشاعر تحت المسلمين دي، صحيح دائما أسأل رواة المديح والشعر لما نكتبوا عن أشواق مع الحجاج، والحجاج سافر والحجاج قام والحجاج نزلوا في عرفات، كلها تحرك الأشواق. ولذلك الله سبحانه وتعالى لأنه أرسل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، فمن مظاهر هذه الرحمة إنه مشاعر الحاضرين هناك بالغفران وبالقبول الله سبحانه وتعالى، أشرك الآخرين الذين لم يسمح لهم أو لم يؤذن لهم إنه يكونوا من ضمن حجاج هذا العام. نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا والمشاهدين أن نكون من حجاج العام القادم واللي بعد إن شاء الله. طيب، حتى تتوحد مشاعر الفرح، إنه الحديث عن صيام يوم عرفة لغير الحج، يعني زي الناس اللي ما مشوا الحج، هذا الصيام بالنسبة لغير الحاج يعدل ويكفر سنة سابقة وسنة قادمة. وبالتالي عرفت لأن أصلا مربوطة بالرحمة ومربوطة بالمغفرة، يعني الله سبحانه وتعالى يباهي أهل السماء ويباهي الملائكة بمشهد عرفات كله. وحتى يقول للملائكة عندما يدنو الله سبحانه وتعالى من ذاك المشهد ويقول للملائكة ماذا أرادوا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يبقى بالحضور المكاني للحجاج يغفر لهم، وبالحضور الغير مكاني لخارج عرفات يغفر لهم بصيام رحمة رحمة. فاجتمعت الرحمة في الحضور وفي عظم الحضور، لأن الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع من أن تسعها أنت بفرائض أو بسنن أو بواجبات. وبالتالي هذا الكرم الرباني إنه إذا أنت ما كنت من أهل عرفة عندك فرصة إنك الآن بكرة تصوم يوم عرفة لغير الحجاج، إنه يصوموا يوم بكرة ويمسح ذنوب سابقة وذنوب قادمة لسنة. وبالتالي اجتمعت هذه المشاعر بتاعت الرحمة الإلهية للحاضرين وللغائبين بالنسبة لهذه المزية.
المشهد المهم جدا انه عرفات هو مشهد لسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي جاء في الحج معه أكثر من 100,000 من المسلمين حجوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبالتالي الواقفين في عرفة تذكر أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالناقة الغصواء وقف في الصخرة وهنالك الحجة الوداع وهنالك الوصايا واستوصوا خيرا بالنساء وأن يومكم هذا في يوم حرمة هذا. كل هذه التوجيهات النبوية التي حدثت في اليوم ده هي تذكير بعظمة ومقام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للرحمة التي أهديت للمسلمين في هذا اليوم. نعم. بالتالي رحمة متنزلة للحاضرين ورحمة للصائمين في هذا اليوم. إن شاء الله إحنا دي فرصة الليلة بنذكر الناس ليلة المستطيع طبعا. نعم. اللي بيصوم إنه عندك فرصة لأنك تكفر صيام سنة سابقة وسنة. نعم. جاية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من القادرين على ذلك الصيام حتى تتحقق لنا مزية المغفرة ونحن ما عندنا جوازات بتاعت حج. نعم. نتكلم برضو يا دكتور عبد الله عن التكبير في يوم عرفة وإلى اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك. طبعا بالنسبة للتكبير التكبير والتهليل. أيوة نعم نعم. التكبير بالنسبة للحاج بيبدأ من اللحظة الإنسان أحرم خش في الميقات بتاعه. طبعا مواقيت الحج التكبير لما تكلمنا عن مكة وتكلمنا عن التعريف بتاع سيدنا إبراهيم اللي عرفه له سيدنا جبريل بالمواقيت نحن سمعرف هي على بعد 22 كيلو شرق مكة. وهي المشعر الوحيد الخارج الحرم المكي والحرم يحرم ما فيها ما يحل في غيرها. طيب يبقى التكبير بيبدأ إنت من اللحظة اللي أحرمتها وحددت النسب بتاعك مثلا داير أنا حج مفرد أو متمتع أو قارن. طبعا تفاصيل قد لا نحتاج لها الآن ولكن اللحظة اللي تقولت والله أنا عاوز حج وجهزت لهذه الترتيبات بلبس الإحرام وبنية الإحرام بعد ذلك لما تجي في المكان ده اسمه الميقات المكاني انت في المكان ده بتقول والله أنا نويت حجة حسب الترتيب اللي انت دايره من اللحظة دي تبدأ التكبير. يبقى يتواصل معك التكبير بتاع الحج إلى تاني يوم في العيد ولما تجي في رمل جمرة الدعوة الكبرى. يبقى دي كلها حتى بالنسبة لإهلال شهر ذو الحجة حتى لغير الحاج انت الان لانه قلنا من الاشهر من الايام الافضل في السنه كلها بتبدا بالتكبير الله اكبر ولله الحمد وكل اشكال التكبير لا اله الا كل هذه التكبيرات كل هذه الاذكار كل هذه الاعمال الطيبه انت بتبدا من اول يوم في ذو الحجه. نعم. وبالتالي بتعظم بعظمه المكان يعني مكه والمدينه تعظم على الناس بباقي المناطق الاخرى. نعم. فبالتالي يشترك الحاج وغير الحاج في التكبير وفي التهليل وفي التسبيح وفي كل الأعمال الصالحة. يبقى نحن ما حجاج لكن مشاعرنا ولساننا يرتبط مع الحجاج بالتكبير. نعم. وإن لم نكن حاضرين زي ما ارتبطنا صياما بالمغفرة وهم حضور في عرفات كذلك الله سبحانه وتعالى في هذه الرحمة المهداة خذوا عني مناسككم سيدنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي السلام. عن تفاصيل إجراءات الحج إنه الآن بالرحمة المهداة دي أنت هنا تكبر وهناك ذاك يكبر. يبقى تتفق الألسن في التكبير وفي التهليل وفي الحمد وفي الأذكار وفي الأوراد ثم تأتي بعد ذلك مظلة المغفرة للصائمين وللحاضرين في عرفات. بالتالي نحن كلنا في أي لحظة الآن ماشي جاي على المكتب طالع في البيت في أي موضع أنت موجود فيه ما مطلوب منك غير لسانك. ما مطلوب منك غير لسانك بس تهلل وتكبر ما بتاخذ منك أصلا زمن أنت أصلا متاح عندك الساعات كلها صاحي وموجود. نعم. وبالتالي هي مساحة لا عندها زمن لا عندك وضوء لا عندك قبلة لسانك بس أذكر الله سبحانه وتعالى لسانك بس كبر به لسانك بس قول هلل به. هذه الأعمال البسيطة على اللسان هي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأنه يتواصل الشعور اللساني والقلبي للحاج ولغير الحاج بترداد الأذكار. وبعدين شوف رحلة الأذكار ورحلة التكبير لم تكن في حج سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خاصة بالحجاج بس أو بالنبي صلى الله عليه وسلم بس لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام جاء في مسجد الميقات وأحل وهل بالحج كبر على ذلك سيدنا جبريل فكان هنالك تكبيرا سماويا وكان هنالك تكبيرا أرضيا على الأرض. فسيدنا جبريل بالملائكة كان يقود التكبير مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما بدأ في مسجد الميقات في ذو الحليفة في المدينة المنورة بدأ سيدنا النبي حاجا بدأ سيدنا جبريل مكبرا ومهللا فكان هذه التلبية بدأها سيدنا جبريل. إذن هي تلبية سماوية بقيادة سيدنا جبريل والتلبية أرضية بقيادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تتواصل بعد ذلك تلبية المسلمين إلى أن تقوم الساعة على ذلك الفضل وعلى ذلك المقام السماوي تلبية والأرضي تلبية. ودي فرصة إنه تجتمع أقوال السماء مع الأرض مهللة ومكبرة وما محتاج منها غير لسانك. هل يعجز اللسان
أن يكبر وأن يهلل في أفضل أيام السنة 10 أيام فقط. نعم. وبالتالي هي نفحات ربنا بدينا لها فرص. صحيح. نحق من ضيعنا نستفيد منها وما محتاج منك. تسايق عربيتك قاعد في البيت بتكتب شغل أي وضع أنت فيه ممكن لسانك يتحرك مهللا ومكبرا إن شاء الله. دكتور يعني إحنا في كل التجليات الطيبة دي لابد من ذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عاوزين نسمع منك يا علي مدح للحبيب. إن شاء الله نسمع 200 قبال خروج روحي أزول أرشد روحي كلمات الأستاذ مصطفى حفيد العربي للتحية منه كل عام بخير إن شاء الله. إن شاء الله تفضل. خروج روحي أزور العرش دار روحي بذين قبال
ترشد روحي. وسلم وبارك وأنعم على حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. شاكرين ومقدرين جيتكم وشاكرين ومقدرين لكمية المعلومات اللي أضفتوها وإضاءات واسعة. دكتور عبد الله الطاهر شاكرين لك، شكرا كثير. نحن والله الأسعد أن نكون دي في العشرة صفحة بعد ذي الحجة دي، نكون مساهمين بعطاء الحديث عن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل هذه الساعات كلها وكل أيامنا في فرصة الأيام الطيبة المباركة. الله يديك العافية، كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله ننعم كلنا بخير، وربنا يرفع البلاء والوباء والغلاء إن شاء الله. إن شاء الله صادق الدعوات لينا وليكم ولكل الأمة الإسلامية. علي زين والله بكيتنا صراحة بصوتك وبمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن شاكرين لكم وقدرين لك المساحة. إن شاء الله ربنا يقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير مجددا، وكل الشعب السوداني زي ما قال ما شاء الله إن شاء الله ربنا يرفع عنا الغلاء والوباء ويصلح البلاد ويولينا ما هو يعني خير منا يعني. كل عام وانتم بخير إن شاء الله. انت بألف خير. كل المتابعين كل المعالي في حضرة البسة، إن شاء الله احنا متواصلين معاكم في فقراتنا، وأكيد حنطلع فاصل وحنرجع من تاني.